صباح الفل يا محمد. صباح الفل يا زبون. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا قمر؟ مش انا بتحرق منك ابدا. مالك يا اخويا مستعجل كده ليه؟ اظنك تكسب عداد والعداد عمال يعد. وعلى كل خد يا سيدي بالبركه اهم. صباح الفل ان شاء الله. طلباتك كلها اهي، واد الفاتوره بالحساب، واول ما ربنا يكبرك ان شاء الله نروح حزبين. ما تحرمش منك طريقك اخضر. يا بطاطس يا كوسه يا اكيله. صباح النور يا اختي. ايه يا بنت اللي اخرت كده؟ كنت بجيب لي روح مفتوحه، انا مش بجريه على لحم بطني. ازيك يا تفاح؟ تسلمي يا صباح. طب بقول لك ايه؟ خلي بالك من الفرش، انا هوصل لغايه البيت اشوف ايه اللي ورايا. رجع تاني؟ مش عارف حسب ظروفي بقى. طب خلي بالك. جاي. رايحه فين يا ام حمدي؟ صعبان عليا الصباح قوي. هي هتلاحق على ايه ولا ايه؟ هي مالها ام حمدي؟ الولا حمدي مجننها، والواد كيف وشغل السوق. يا اختي هو كمان ولا تلفان، ومفيش بقى يختي غير السوق هو اللي هيربيه ويعلمه. الفلفل يا فلفل. معاه ايه؟ عليك فول يا بوحه. ازيك يا حاجه؟ وزي الحال فين يا حبيبتي؟ ولا بركه يا اختي؟ خلصت لي الجلابيه؟ خلصت يا بوحه. طيب يا حبيبي نهارك زي القشطه، ان شاء الله ربنا يكبر بخاطرك النهارده. يا صباح الفل والياسمين يا قشطه يا بوحه. ايه يا وليه؟ لسه جوزك طفشان؟ النبي يا روح. ما هو من لسانك اللي قد كده اللي تتلفحي بيه. نهاره زي الفل. هبقى تاخد منك شويه فول حلوين. اخبارك ايه يا اختي؟ واخبار ابنك اخباره ايه؟ الحمد لله. السخونيه راحت؟ الحمد لله. طب يا اختي الف مبارك. صباح القشطه يا قط. يا صباح التفاح، قشرني ولا ارتاح؟ ايه ما عندكش ولا زبون يعني؟ يقول يا هادي. ربنا يفتحها في وشك يا قط، يا شكلك فار. سلمنا على امك. يما صباح نسلم عليك يما. اما يما عامله لك بايديا شويه شعريه باللبن، لكن يستاهلوا بقك الف هنه وشفا. ماليش نفسي يا صباح. لا يما ما ينفعش، هتاخدي الدواء على معده فاضيه وانت ما اتعشتيش امبارح. مش قادره يا صباح بقى. طب ان شاء الله تعدميني يوم. ان شاء الله عدويني كل يكرهوك. طب خدي مطرح ما يسر يمري. خدي كمان دي. يلا هم يا جمل هم. ربنا يخليك ويديك الصحة ويقويك ويرزقك برزقنا. هو بس اللي صعبان عليا مرمطك في السوق. ياما خليها على الله، ربنا المعين. ونعمة بالله يا بنتي، ربنا يعدلها لك واشوفك في بيت العدل يا صباح يا بنتي يا رب. صباح الفل يا حنفي. صباح القشطة يا لامعي. صباح يا بت. شايف يابا؟ شايف ايه وانا شايف قدامي؟ زي ما قطعتيها تخيطيها. حلوة حلبي وجديدة. عينيا يا قبل صباح، الصابون دخل في عينيا، مية مقطوعة. طب يا حبيبتي ما تحطيش ايدك عند عينيك عشان عينيك ما توجعكيش. ربنا يتم منك يا قاطعة، روح امسحي وشك، الفوطة عالثبت عندك. أنا مش فاهمة الولية دي حتى نقراها من نقرنا ليه؟ عاوزانا نعزل. طب مش هنعزل يا قاطعة، وجاية لك امسكي يا أم. افتح المية يا قطع، عايزين نغسل وشنا والصبح. قول يا صبح. المية مقطوعة من البيت كله، واللي مش عاجبه يعزل. اذا كنت فاكر نفسك بتطفشينا من هنا، لا قاعدين على قلبك لطالون. لما نشوف احنا ولا انت كده زبالة كده هم. حد نفسك يا صباح، مش كده؟ دي ولية قادرة، دي خدت البيت من الحاجة زهيرة، لا دفعت فيه لا ابيض ولا اسود. ربنا ينتقم منها. انا معرفش الولية ده حتى نقراها من نقر ليه، زي ما تكون ضرتها ولا مرات ابوها. والله لانزل اعمل لها محضر في الاسم. ما هو الا المية.
الحيه اللي بتهز على الباب. ايه حاطه في دماغك ده؟ ايه يا وليه دب دب دب؟ ايه الحيه جت على الحي؟ اسم الست قاطعه. الحيه ست قاطعه هيبلغوا البوليس يا اختي، ودي مسؤوليه. اسم الله عليكي يا اختي، ما يبلغوا البوليس وايه يعني؟ ساعتها افتح الميه، ما هم بيبلغوني. يا لهوي، هما مين يا اختي اللي بيبلغوكي؟ ده السور. ياما انت بتصدقي الكلام ده؟ ما عفريت الا بني ادم. يعني انت ما انتش شايفه الهبد والرزع والدخان اللي مالي البيت ليلاتي؟ امور دجل وشعوذه، شويه حركات بتعمل بيهم كده على النسوان عشان تاخد فلوسهم. بصباح. نعم يا حبيبتي. هي المريالة فين؟ مش لاقياها. تحت مرتبة الكنبة بتتكوي. صباحة. نعم. اعملي لنا الشهادين شاي. حاضر. المية مقطوعة، اعمل لكم ايه؟ اولع في نفسي؟ اجيب مية من عند امي؟ ايه؟ هتفضل قاعد على كده كتير؟ ما تقوم يا زلمة تشوف لي حل في المية المقطوعة دي؟ لا قولي لي ايه ولو فضل انا اخدها لك غرزتين. اول غرزة نقعد تضرب فيها حجرين. حلوة يا لامع. خشوا قدامي، خشوا. رجالة زي قلتها. يا قط ما تعالي الراديو شوية يا عم، ولا هو الراديو عشان زمان القهوة بس؟ أباحة فين الشاي يا بت؟ شاي تاني يا حنفي. تاني وتالت، واحنا ورانا ايه؟ اه بس كده هنتعب بوحة. ما تتعب ولا تكسر رقبتها. الشاي فين يا بت يا صباح؟ انت يا بت؟ حاضر يابا، استغفر الله العظيم يا رب. حاضر يابا، هتخلع الباب. طلع رقبتك من على صدري، بقولك افتح الباب. ما انا جاي اهو. اتفضل. ايه مش عايزه تفتح الباب ليه؟ هعمل ايه يابا؟ بغطى امي، وبعدين المايه مقطوعه، اعمل لك فاهم منين؟ اصبر شويه. كمان بتردي عليا يا بنت حلوه. الله. ماشي عشان خاطرك انت يا لمعي، انا خارج غور من وش. ايه يا عمر، بص في الساعه ليه؟ لسه بدري، السهر لسه في اولها. شوكت بص، بقول لك الليله دي بالذات مش هقدر اسهر جامد، انا عندي شغل بكره الصبح بدري. في حد يسيب السحر والجمال ده يقول لي شغل بدري؟ يا حبيب قلبي، انا السحر والجمال كله جنب طول الوقت. حبيبي يا عمر، حبيبي كنت هتبقى فارس احلام، بموت فيك. ما تيجي نرقص؟ يا الله شوكت بيه، انا معاك للصبح، يلا يا حبيبي.
سرحان في ايه يا شوق؟ سرحان في الحلم يا جيجي، الحلم اللي لازم يتحقق. يو يا شوكت، اي حد غيرك كان زمان ودلوقتي اكبر موزع ومنتج بيرفيومز في الشرق الاوسط كله. حابه يا جيجي، حابه وبكره هتشوفي. تمالي مش عايز تمشي؟ عموره وانا جنبك بنسى الدنيا، بنسى الاكل، بنسى اني جعانه، ولما الف ايدي كده حوالين رقبتك انسى معاك للصبح. انا موافق موافق حبيبتي، بس على شرط تطلعي معايا من هنا على الشاور. يا سلام. يا ريت، نفسي كده ما غيبش عنك حتى ولو لحظه واحده. انا فعلا جعان، تيجي ناكل بقى؟ عموره كمان شويه، كمان شويه، كمان شويه، كمان شويه. قولي يا حبيبي، الشاليه بتاع مامي اللي في العجم اخباره ايه؟ الفلوس خضرانه خلاص، بكره الصبح يكون الورق عندك وباسم مامي كمان. معقوله؟ بجد؟ بجد؟ انا مش عارفه اقول لك ايه، انا فرحانه. اقول لك ايه؟ اقول لك انت تقولي لي ايه؟ تقولي لي يلا نتعشى يا عموره. يلا نتعشى يا عموره. يلا يا حبيبي. ايه الرقص الحلو ده؟ والاخبار؟ ايه الاخبار؟ ايه؟ بركيلي الف الف مبروك. ايه يا عمر ده؟ ايه الرشاقه دي كلها؟ يا ابني كان زمان، كان زمان. يا مت العشاء يا ابني. يلا يا رجاله بسم الله. يلا افطار وصباح الخير. يا رياض واقف ساكت ليه؟ ما تاكل بألف هنا وشفا يا معلم. عمر خيرك سامع يا راجل، بنت ايدك كل. حاضر، ربنا يكرمك ويطعمك يا رب. يا فتوحي تعالى احنا وطقنا يا هب. يلا افطر معانا. بالراحه بالراحه، ودوح على حصه تصور بالراحه. يا راجل سيبه سيبه يفطر. كل يا توح كل يا توحة، ما تحفش هتزور. انت هتقوى عليا بس تعابر. خد خد يا حبيبي خد. ستة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وثلاثين، ثمانية وثلاثين، ثمانية وثلاثين. مين مزود؟ بنتكلم على المناوي وانت يا معلم شاكر. لسه بدري يا معلمين، مفيش اقل من 40. سبعة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وثلاثين. هنعمل ايه يا معلم؟ راس المزاد حكم السوق 40 يا معلم. وانا المعلم سعداوي الدين كبير السوق بقول 8 او 3 راس المزاد. انا اوامرك يا معلم. 38 38 38 38. رسى المزاد قال لي متساعد السوق. قد ايه؟ اولادي برضه مش هيقدر يقف قدامي. انا سعداوي الدين بيع ب35. يا طماطم يا مجنونه، يلا يا خاصي يا طاري، رومي يا بتنجان، بتنجان يا رومي.
عشان امر الازاله. لا دي مش هتيجي الا المغرب، تحتلهم طويله. هتعمل ايه يا خالتي؟ لو ما راحتش هيهدوا الاوضه فوق دماغنا ونترمي في الشارع. يا ساتر يا رب. يا اختي مش نبوي ده اللي جاي من هناك بيجري؟ هو اليوم باين من اوله، انتوا لسه قاعدين؟ ما تقوموا اهربوا من هنا بسرعه. يا ساتر في ايه يا واد؟ المعلم سعداوي الديب والمعلم عمر ابو هشيمه واقفين على صوت بعض. يا ساتر يا رب، احنا مش هنخلص بقى من الموال ده ولا ايه؟ يلا يا بنات غطوا الفرشه ويلا بينا قبل ما يدوسونا برجليهم. ايه عامله يا ذكيه فرشتك يا ولية؟ روح اتفرج وبعدين بقيتي لم الفرش يا جميله. انا مش هلم حاجه، كل واحد ياخد يلم حاجه. وحشتينا تفاح. وده وقتي. طلبك ناقص يا ست. يا ابني دي رابع مرة، ناقص ايه تاني؟ الدم. يلا يا ست ما تعطليناش. يا ابني اعمل معروف، انا ما اقدرش ارجع تاني، انا تعبانة. حط انت الدمغة وخد حقها. تمنها كام؟ هنا مش البوسطة، البوسطة في اخر الشارع. روح هات الدمغة وتعالي، ما ينفعش الطلب من غير دمغة، دي مسؤولية، التعليمات بتقول كده. بقول لك ايه يا ست، خدش. خد ورقة بوسطة اهي، اتفضلي. ربنا يكرمك يا بنتي، اصل انا ما اقدرش اقف في الطابور تاني، ده انا من صباحك ربنا على رجلي. ومين سامعك؟ والله العظيم انا رجلي دابت. بس هنعمل ايه؟ الموظفين يومهم بسنة. هحجز لك المكان عبال ما تروح تجيبي بدلها وتيجي. نعم احجز لها. طب ما تحجزي لي انا كمان تذكرتين. هي ظرف فاكره نفسك واقفه في طابور السيمه. انا لا سيمه ولا مسرح، انا ورقي كله جاهز من جميعه، عامله حسابي. اعمل ايه؟ اللي تسع من الشوربه يوقف في الزبادي. عدي بعد شهر. لسه هستنى شهر تاني. اه شهر 30 يوم بس، مد ربنا غيرك بيقعد سنين. يلا يا ستي ورانا شغل. امري الى الله. متشكره يا بنتي. على ايه يا اختي؟ دي حاجه بسيطه، الناس لبعضيها يا حاجه. ايه ده؟ احنا لسه هنتساير. وريني طلبك انت يا بتاعت الشوربه والزبادي. اتفضل، انا ورقي كله جاهز، وعامله حسابي لو عايز ورقه بوسطه زياده هتلاقيها جوه. غلبويه. الست اللي مقدمه لها الطلب دي تقرب لك ايه؟ أم يا سعادة البيت. في حد بيعولها؟ يعني إيه يعولها دي؟ يعني بيصرف عليها جوزها أولادها أخواتها. لا يا سعادة البيت، دي غلبانة وقطوعة من الشجرة، وأبويا عوطلي قاعد جنبها على السطوح. أصل خلفته كلها بنات، وأنا أختهم الكبيرة، وشايلاهم كلهم على راسي. أي على راسي يا سعادة البيت. جوزك بيشتغل إيه؟ أنا مش متجوزة، أنا مخطوبة بقالي 10 سنين وأكتر كمان. عشر سنين ولسه ما اتجوزتيش. هعمل ايه؟ البكت الاسود اسمه ونصيبي ساعات البيت. وانتي بتشتغلي ولا عواطليه؟ لا يا بيت، بشتغل سريحه في سوق خضار على باب الله كده. كلنا على باب الله. عدي بعد شهر. شهر يا مصيبتي؟ ده انا بقالي 6 أشهر راحه جايه مع الدهوات اللي قبل منك يا بيت، لما رجلي دابت. انا اعمل معروف، انا مش عارفه اشيل امي خالص. انا بقول لك شهر، ما قلتلكيش سنه. الامر لله، استنى شهر. بقول لحضرتك، قلتيلي بتشتغلي ايه؟ سريحه بسوق خضار، ببيع فاكهه وخضار. يعني تؤمر باي خدمه؟ ابدا، هو سؤال واحد بس. اتفضل. سؤال اتنين تلاته عشره براحتك. هي الطماطم مالها شحه اليومين دول في السوق؟ امال سموها مجنونه ليه ساعات البيت؟ عشان يوم في العالي ويوم في الواطي. لكن وحياه غلاوتك عندي، بكره هجيب لك قفص مش موش.
يعني ايه مش موشش؟ هقول لك يعني ايه. اصل القوطه دايما لما يبيعوها يبقى فوق الوش هو اللي حلو ومن تحت كله معفص وبايظ بياكلوا له الكتاكيت والفراخ، لكن اللي انا هجيبه لك مورد كده شكل التفاح الامريكاني. كتر خيرك يا ست. بس بقول لحضرتك ايه، حاول تخلصني من موضوع امي ده، بس تعبت قوي من المشاوير. طيب بلاش بكره، خليها بعد اسبوع. وتسلمني الكرسي؟ ربنا يسهل، بس اوعي تنسي المجنون. انساها ازاي؟ المجنون هعقلها لك واجيبها لغايه عندك، تستاهل بكره. عن اذنك. اتفضلي. ما اتجوزتش من 10 سنين، الرجاله ما عندهاش نظر صحيح. بختك يا ابو بخيت. اعدي امتى؟ يا ساتر يا رب. بتقولي المرحوم جوزك بيشتغل ايه؟ طربي. يا ساتر يا رب. الحمد لله ربنا ساتر. الحمد لله. امال صباح فين يا جميله؟ في الحي عشان امر الازاله يا حسن. الحمد لله، انا كنت فاكرها في الخناقه. انت ما كنتش معاهم؟ لا، انا كنت في سوق الفاكهه، بعت عربيات البضاعه. يا دوبك سمعت عن الخناقه كانت الفضل. فضل المعلم عرفان ابو هشيمه ومعلم بدر الدين، وكله نزل عليه سهمره، ولو كانوا اتاخروا شويه كنا خدمنا في الصلاه على النبي. انت مره تانيه هتاخدي خبطه مش هتعرفي تقومي منها يا زكيه. انت مالك يا وليه ومال خناقات الرجاله؟ بتحسني روحك فيها ليه؟ اصلا بتنتقم منهم. مدوباهم ثلاثه يا ام حمدي، وروني الوين. والله الرجاله هي اللي صعبان عليا. بقول لك ايه يا جميله، لما تيجي صباح قولي لها ان انا سالت عليها. الله، ما تقعد تاكل معانا لقمه. لا يا ام حمدي متشكر، انا هفطر مع صباح لما تيجي، وبالمره اشوف ايه اللي حصل في مشكله ولاد ابو هشيمه واولاد الديب، اصل كلهم متجمعين عند المعلم ابو دومه قعده عرب. يلا. يعني ايه يا معلم عمر؟ يعني انت اللي ابتديت يا معلم سعداوي. مش كده يا معلمين، في حكم للسوق والسوق حكم، ولا الرجاله دول مش عاجبينكم ولا ايه؟ واذا كنتوا هتفضلوا تتناجروا بالشكل ده انا همل القعده واقوم. ولا يا معلم بدر انت والمعلم عرفان؟ وبعدين يا معلم سعداوي خلاص خلاص خلاص، استهدى بالله يا عمر. كبير السوق قاعد معانا. كبير السوق كلامه على عيني وراسي يا عرفان. هو ده كلام المعلمين، والتفاهم يكون بالهداوه. احنا قاعدين قعده الرجاله لاجل من الصافه، واللي له حق عند التاني هناخده له. ولا يا معلم بدر انت والمعلم عرفان؟ عندك حق يا معلم ابو دومه، احنا بنقعد في السوق يا اخوانا اكتر ما بنقعد في بيوتنا. المعلم عرفان كبير وما يرضاش بالغلط. انا كمان ما يرضينيش الغلط يا معلم بدر، وانا مسامح بحقي. وانا كمان لو ليا حق مسامح فيه. هو ده كلام المعلمين، والحمد لله اكده احنا اتصفينا. يلا كل حي يقوم يشوف شغله واكل عيشه. جمعين عند النبي يا معلمين. اهلا بيك يا معلم عاشور، نورت السوق. الخطوه العزيزه دي كويس ان كلكم متجمعين للخير ان شاء الله. خير. الفرح بتاع بنت بنتي يوم الخميس الجاي، وان شاء الله كلكم هتنوروني وتنوروا الفرح. نورت السوق والله يا معلم عاشور. انت تنور يا حسين باشا. مواعيد ايه؟ ده مكتبك، تيجي في اي وقت. على فكره الطلب بتاعك اتوافق عليه، الف الف مبروك. انا بنفسي شايفاه في البوسطه. حاضر حاضر، لا ده وعد هجيبه لك لغايه عندك. مع السلامه. شكرا يا مدام موجه. على ايه يا حسن بيه؟ دي حاجه بسيطه خالص. انا هستناكي. وانا هجي لك بعد الشغل. اتفضل يا حمدي بيه. شكرا يا مدام موجه. ولا هخش امتى مدام موجه؟ يا صباح انا قلت لك عدي الاسبوع الجاي. الله، ما انا قاعده من الصبح وكل يوم على الموال ده. هو في ايه؟ خيار وفقوس؟ خيار وفقوس؟ انت فاكره نفسك هنا فين؟ في سوق خضار؟ انت هنا في مصلحه حكوميه. ما انا عارفه ان انا في مصلحه حكوميه وعايزه اقابل البيه. الاوضه تتهد فوق دي. ما
فاضيلك وراه شغل غيرك. انا عايزه اعرف بقى، احنا ما نشبهش الناس اللي دخلوا دولهم ولا ما نشبهش؟ وطي صوتك، الرئيس لو سمع مش هيحصل لك كويس. الرئيس الرئيس هو في ايه؟ كل ما اروح حته تقولوا لي الرئيس، اروح البوسطه يقولوا لي الرئيس، اروح الشؤون الاجتماعيه يقولوا لي الرئيس، اجي هنا تقولوا لي الرئيس. انا اللي اعرفه ان البلد دي مفيش الا رئيس واحد بس. انت كده بتتكلمي في السياسه وبتحرضي الناس على الشغب. انا هطلب لك البوليس. البوليس؟ اطلبي البوليس، اطلبي النيابه، اطلبي اللي انت عاوزاه يا حبيبتي. البيت هيتهد فوق راسنا ويا روحنا بعدك روح. سيد يا سيد، تعالى شوف الست دي طالعه بره. بره؟ خوفتيني في السيد. بره بره. طب وديني النبي، ده انا طالعه من هنا على المحافظه عدل، هشتكيكي للمحافظ يا بوق جهنم. تعالى معايا بس. اوعى لما اخد البوق بتاعك. تعالي صباح، هفهمك كمان. البره ايه؟ انا بوجه. ايه يا صباح؟ حد يقول لمديره المكتب كده بوجه بوجه يا صباح؟ يا شيخ ما حاجه تحرق الدم، بوجه ولا موجه اهو كله محصل بعضه على نفس الوزن يا اخويا. يا صباح لا، الوزن يختلف كتير، دي موجه يا صباح انا قد كده والبوجه قد كده يا صباح. خلاص يا سيدي، انا مستعده اشيل البوجه ده على راسي، بس تخليني اقابل رئيس الحي. لا رئيس الحي لا يا صباح لا لا. امال مين اللي هيخلص من المصيبه دي؟ انا اخليك تقابل اللي خلص لي كل حاجه، بس اهم شيء كتمي وافتحي مخك. افتح مخي اكتر ما هو مفتوح، ده مفتوح ببراد شاي وكتموهولي بيمكن كيلو بن، ولسه بتقولي افتحيه. براد شاي ايه وكيلو بن؟ انت جايب قهوه يا صباح؟ بطلي لسانك، ده اللي عامل زي الفرقله. وفتحي مخك وسلكي الامور وسايسي المسائل. اسايسي الامور واسلك المسائل؟ الله، انت تقصد ايه؟ يلا هات يلا هات يلا هات يلا. يلا خد ده يا ولية، انت وهي على طول كده بتتخانقوا، ما تصرفوا طول يا صوت. ايه يا اختي ده؟ صباح الخير يا هدى، ازيك يا سرايا؟ صباح الخير يا صباح. حسن سأل عليك، هو جوه في السوق من بدري. طب يا اختي ما تحرمش منك، نهار ابيض ان شاء الله. الكل يا بوحه. صباح الخير يا ابو حسن. صباح النور يا صباح. ايه السوق ماله؟ حاله نايم ليه؟ عم خمسينة برادين شاي للمعلم بدر والمعلم سعداوي الديب. ازيك يا صباح؟ ازيك يا نابو؟ الحمد لله. شفت يا صباح وشك حلو ازاي؟ السوق نايم من الصبح ليه كفلة الشر؟ الصبح كان في خناقة كبيرة قوي في السوق يا صباح. يا بصفتي مين اللي كان بيتخانق؟ ولاد الديب ولاد ابو هشيمة. تاني ليه؟ ايه اللي حصل؟ الشاي يا نابوي، احنا مش قد المعلم سعداوي. ماشي يكفينا شره. اللي اقول يا ابو حسن، حسك في خناقة؟ لا يا بنت. طب الحمد لله. خدي بقى لو سمحتي وانت ماشيه سلمي البراد الشاي ده لحسن في سكتك. عقبال ما يشرب شرباتكوا يا رب. شرباتك يا حمار، امسك يا حمار. يا يخرب بيتك يا حمار ده، كل البراد كل يا بوحة مصبحة صبوحة. الله، مش تحاسب يا حمار، دي صبوحة يا ابن الجحش. والله ما جحش الا انت. الله الله، ما تزعليش نفسك كده قوي، اذا كان على البراد نجيب لك براد تاني. لا عايزة تاني ولا تالت، وخد زميلك بقى واتكل على الله. زميلي الله يا مقبولة منك يا جميل. يا بارد يا كبيلة يا تلح. جرايه يا فوز استماكي، كب علينا حبة محبة ولا احنا ما نسواش. والله ما تسوى الا الشبشب. لا 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 لا، اضرامي اضرامي يا بوحة، ضرب الحبيب بالمداس زي اكل الزبيب وكلاش. يا تلح يا بارد. انا بارد برضو. ما تلعبوا امال يا قمر، تعال تعال اوصلك بعربيتي لحد ما لقيتك. عربيتك ايه يا منات اللي هركبها دي؟ حصلت كده يا بنت، يعني ايه احنا لا مؤاخذه في الكلمه، يعني ما نشبهش. انت بتنسر على اسيادك، انت ما تستاهلش على بقى اضربك بيه. جنب بنت اروح الناس تتفرج علينا. والله لا خلاص. عم حسن يا عم حسن الحق. بلاد يا حمدي. خدت صباح؟ ايه صباح؟ يا صباح 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 يا صبا
خد الراجل الكبير ده وامعي لهالة، انا حوريك عرة الرجالة يا بنت. بس ولقته هي بتدفع ايدك على ستك يا معفن. عاجبك وقف الحال ده؟ ربنا ما يجيب وقف حال يا معلم، نظرية كلها عرض وطلب. يا اخي انا ما بفهمش بالكلام الكبير بتاعك ده، بلا عرض بلا طلب. انا قدام اللي انا شايفه. يا رياض، يا رياض. نعم هنا يا معلم، تحت امرك يا معلم. اخبار المزاد بره ايه؟ محدش من السريحه عايز يزود عن 31 يا معلم. السعر اللي نسي عليه المزاد قبل الخناقه لما وصل. خزن البصل ومين؟ يا معلم يعني بعد اذنك الكميه كبيره وحتملى المحل على الفار. الكلام اللي بقوله لك تنفذه وانت ساكت، فاهم ولا ما انتش فاهم؟ حاضر، امرك يا معلم. حاضر. اهو ده الكلام يا معلم. خلاص اسحب البصل يا سعداوي. تمام عليك نور، عشان يتربوا، عايزين يلعبونا مش عايزين يشتروا يا معلم. هم ليهم حق يزعلوا برضو. الله، بتزغلل عينيهم وتخفض الاسعار وبعدين ترجع ترفعها تاني، يرضي مين ده بس يا سعداوي؟ بجد فايده اهي يا معلم بجد. شوف كمان يومين السعر هيبقى كام يا سعداوي؟ الخساره القريبه ولا المكسب البعيد؟ خساره ايه وبعيد ايه بس يا معلم بجد؟ اوعى تتهور. انسى بقى عبده جزره، انسى. ماشي حمزه موت حنسة، ما تسيب يعدي شكاية توعاني ولا تستحليتها يعني. والله ما كانتش عشب يا حسن، انت تضربنا انا بالقلم. وارفع خبرك من الدنيا كلها، انت وأي بني ادم يحاول يرفع ايده على صباح، فاهم ولا لا؟ اه فاهم، بس انا ما مدتش ايدي عليها والناس دي كلها تجهل. هي اللي ضربتني بالمرابع على نافوخي. اه نافوخي. والمره الجايه هفتح لك نافوخك نصين. سامع ابو علي؟ سامع انت هتسيح تاني؟ اتلم يا ولية انت وهي، ولا انتوا راضيين على التلسين اللي بيلسنوا عليكم في الراحة والجاية؟ لا يا حبيبتي بقى، مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. وليه الغلطة بقى يا بوحة؟ احنا نسوان متجوزين وانتوا متجوزين رجالة، انتوا متجوزين عرة الرجالة سقط يعني. انا لو كنت عاوزة جواز ولا بقول يا جواز، كنت اتجوزت من زمان قوي، بس فين النفس؟ خلاص بقى صباح، كفايه كده. ايه انت عايز تضربني ولا ايه؟ خدها يابا من هنا. ماشي يا سحاسة. يلا كل واحد يروح لحاله، كل واحد يشوف مصلحته. اتفضلوا. حسابي معاك بعدين. غور خد هذا مفتوح. ايوه يا معلم. ابني وتلتص وتجيب لي الواد النبوي والواد عبده جزره من تحت قطيع الارض. طيايا يا معلم. طيايا يا معلم. طيايا يا ورق. تسلم ايدك يا ابو حسن. إله لا يكسبك ولا يربحك يا زفت يا اللي اسمك عبده جزره انت. حسبي الله ونعم الوكيل. يرضيك يا ابو حسن؟ يرضيك اللي عمله فيا حسن؟ عايز يضربني بالقلم؟ يا صباح يا بنتي حسن ما يقصدش. صباح. عن اذنك يا عم خمسين. قولي لي يا ابو حسن احسن. استني بس يا صباح. اوعى نزل ايدك ما تلمسنيش. تعالى يا حسن يا بنتي، سيب السعاده. عاجبك يابا اللي بتعمله البيت ده؟ انت كمان ما يصحش اللي انت عملته فيها ده. اهدى اهدى اهدى. ورقه الخاص دي تسيبها على خدك وهنغيرها كل ساعه، الورم هيفش على طول. انت هتعمل لي فيها دكتور؟ عدو عايز ايه انت راخر من زفت الطين؟ انا مش عايز حاجه. انا مش عايز حاجه. عم سعداوي هاب دنيا عليك.
قال لي هات مقفاه وخليه بطل عبط. انا بطل عبط ابن الهبله، وما تعرفش المعلم سعداوي عايزني فيها ولا فتوحي؟ انا مش عارف حاجه، انا مش عارف حاجه. اقدر انت عملت عامه سودا هو على اخره وعمال ينفخ كده اهو. استلقى وعدك يا عبده يا جزره، هروح اجيب لك حزمه خاص للخد التاني. بقول لك ايه، انا هخلع، انا مش حمل كف من المعلم سعداوي بدل ما ينومني من الحب جانب. ابوي ابوي علم سعداوي عايزك انت عبد. انا كمان؟ هو انا عملت ايه؟ استرها يا رب. لا لا يا سيدي المعلم، بلاش الخد ده، لو ايدك بتغلى قوي اديله كمان، تسلم ايدك اديله. تعالى خد هنا. ايه يا محمد؟ في ايه؟ انزل اديله. خد هنا. امرهم على بطن. لا على فين؟ هلا عبدو، انت بتعط فين من الصبح وسايب شغل؟ هقول لك يا معلم سعداوي، هقول لك على كل حاجه، بس الله يستر اصلك. لو عايز تهزقني بلاش تهزقني قدام الناس، بيني وبينك اعمل فيا اللي انت عايزه، وانا خدامك يا معلم، بس عشان خاطري، عشان هبت بس وسط السوق. هبتك؟ هبت ايه يا ابو هيبه؟ انت نسيت نفسك هذا ولا ايه؟ بلاش تكسر بنفسي بقى يا معلم سعداوي. الله، بس انا راجلك طول عمري ورقبتي فنان، بس كفايه اللي حصل لي النهارده وكسرت نفسي فيه قوي. العيل يضربني كده قدام الناس كلها. عيل مين يا واد؟ حد من عيال ولاد ابو هشيمه؟ استغروا ولاد ابو هشيمه؟ ده انا كنت قطعت رقابيهم قدام السوق كله، فرقت عليهم الخل. عيب يا معلمه، ده انا راجلك ومحسوبك. مين يا واد ما تنطق؟ صرصار يا معلم، ولا يسوى ولا لي ذكر ولا قيمه. واقول له عيب، ده احنا الاثنين شغالين عند المعلم سعداوي الديب على سن ورمح. المعلم سعداوي كبير السوق تما، كل ما اقول له كده معلمه يزود ضرب لو ايه، ويقول له قدام الخلق كلها انا شغال عند المعلم بدر الديب وبس. ما فيش ريش واو على حس المعلم بدر يا معلمه. وتنتهى قاعد وتقول مين؟ حسن خمسينة خطيبك. ايوه حسن يا محمد، امال هيكون مين بس؟ يمد ايده عليكي، اله ينشك في ايده بعد الشر عليه ان شاء الله اللي يكرهوه. بطلي دعاء عليه يا محمد. حقك عليا، انا غلطانه، انا لساني داعس قط. ترى ايه يا صغار بقى يضربك ويمد ايده عليك كمان بتدافعي عنه؟ مش خطيبي وهيبقى جوزي يا اختي؟ مش لما يبقى يا اختي، الله هو اكبر، هنتجوز ان شاء الله ونبقى زي الفل. خلاص حقك عليا، انا مش هتكلم تاني، ولو نطقت تبقى تضربيني باللي في رجلي. يا داخل بين البصله وقشرتها مينوبك ال لا كملي يا جميله، عندك حق، انا استاهل اكتر من كده. مبسوطه ولعتها وخليتها زي نار؟ معلش يا محمد، حقك عليا، ما تزعلش مني يا اختي، انت زي اختي، ما كنتش احكي لك احكي مين بس. خلاص يا حبيبتي. يا دماغي، يعني على الصداع اللي في دماغي يا اختي، راسها هتولع من الخبطه بتاعت امبارح. مالك يا صباح؟ ما تقومي قومي يا بنت انت يا جميله، روحي هاتي برشامة صداع لاختك. قومي تعالي معايا يا تفاحه، اجيب لكم معايا شاي. ما تجيبيليش سيره الشاي، بكرهه ومش عايزه اسمع اسمه. ما تتمرعيش انت وهي تتحججوا بيا، ارجعوا على طول يا اختي. وريني اهي يا محمدي اهي. يا اخي هو ضربك بايه؟ ضربني ببراد الشاي امبارح. الهي انشك في ايده، ابوكي حنفي ابو راسين، ابن بهانه العرجه، هو لا يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل. لساني تاني اهدى. طب ما بتقولش بعد الشر ليه؟ ما انت بتدعي على ابويا يا محمدي، لو كنت بتدعي على حسن كنت قلت بعد الشر، وهو من يوم ما قعد لنا في البيت وهو مقضيها شاي وقهوه وشيشه واللازم منه. وعلى حسابك اكل ومرعه وقله صنعه. وحي بقى لو قلت له انزل اشتغل، جيب لك قرشين ولا حاجه، يبقى يوم اسود ما طلعتلوش شمس. انت ايه الوكسه اللي احنا فيها دي؟ اعمل ايه؟ نصيبي كده، اتكتب عليا الشقه. انت عايزه الحق؟ مين بس اللي هيرضى يشغل واحد خريج سجون وسمعته مش ولا بود؟
ما ياما ناس بتسرق وربنا بيتوب عليهم وبيشتغلوا زي الفل. امال بقى لو كان سرق له سرقه كبيره بنك ولا خزنه كان زمانه عظموا له تعظيم سلام. عندك حق فعلا، هما بيبقوا سارقين ويجوا ماشيين كده كل واحد يديله تعظيم سلام في الرايحه والجاي. ويا بيه ويا باشا ويا محترم، وكمان لو سرق سرقه عجله الا سرق عجله قديمه بثلاث رجلين. عجله وبثلاث رجلين؟ ده ايه الوكسه دي؟ وايه بقى عمال يحلف ويتحالف ان ما مدش ايده ولا سرق وان السجن ظلم؟ يا ما في الحبس بظانيه. هنعمل ايه باختي بقى يا ام حمزه؟ معلش الصبر يا حبيبتي، ده انا مكسوفه منه مش عارفه اوري له وشي. هو مين ده؟ الصبر يا ام حمزه اللي كل ما يشوف وشي يقول لي يا بارده يا تلمة يا اللي ما عندكيش دم كفاياكي صبر. انت ايه ما بتزهقيش؟ حق بطلوا ده واسمعوه ده. الصبر بيتكلم؟ انا بقى خليته يتكلم، وقريب قوي من صبره هتلاقيه بيقول يلا.